النهاردة يوم نصر ويوم مهم طبعا ويوم هيفضل خالد في ذكرانا. لو قلت 6 أكتوبر بتفكر حضرتك بإيه؟ وحضرتك موجود لما تكون قاعد مثلا في البيت لا، ما وبتفتكر كنتش إيه؟ قاعد في البيت. لا أنا بقول انا لو حضرتك دلوقتي قاعد في البيت دلوقتي لا دلوقتي يعني وبيمر اليوم ده كده بتبتدي تفتكر ذكريات إيه وإيه وإيه عن 6 أكتوبر؟ والله انا بالنسبه لي ذكرياتي فيه مهمه، بالنسبه لي على الاقل شخصيا، وطبعا بالنسبه لمصر. طبعا فانا في اليوم ده بالتحديد طبعا كان كل الخطط، الخداع الاستراتيجي كانت ناجحه لدرجه ان ما كانش حد مصدق ان في حرب. وانا حتى يوميها الساعه 12 الظهر بالتحديد كنت في مكتب الله يرحمه الدكتور عبد القادر حاتم، وكان وقتها هو النائب الاول لرئيس الوزراء، كانت الوزاره برئاسه الرئيس انور السادات، والنائب الاول رئيس الوزراء يعني رئيس الوزراء تقريبا، ووزير اعلام. وانا كان عندي مشكله، كنت مقدم او يعني كان الكويت عايزيني اسافر، التلفزيون الكويتي يعني، وكان خلاص مجرد عايز بس موافقه الوزير. فانا يعني من فوجئ مش فوجئت، انا طلعت عادي، انا ما اعرفش ان في حرب طبعا الساعه 12 الظهر. فلقيتهم بيقولوا اتفضل، وقابلت سيادته يوميها ووافق لي على لانه كانش موافق، وقال لي لا ما تخليك قاعد. وقلت له معلش انا بقى لنا كام سنه. والمهم فقال لي خلاص يا ابني اللي بتاع، ومضى لي قرار السفر، الموافقه على السفر يعني. خرجت من مكتبه عادي معايا قرار موافقة على السفر، وكنت مسافر بعد يومين، فعلا التذاكر كانت محجوزة يعني. فأنا الساعة 2، فطبعا لا، وبعدين أول بلاغ طبعا الواحد ما صدقش. طب إزاي أنا أبقى في مكتب رئيس وزراء قبل الحرب بساعتين؟ ده يدل على نجاح خطة الخداع الاستراتيجي. وده على فكرة أنا حاولت أعمل مرة فيلم عن خط خداع الاستراتيجي دي، كان في جهاز السينما، وكان الرواية أو القصة للدكتور صلاح أبضايا، وكانت نزلت في السوق يعني كرواية يعني متوافق عليها أو كتاب يعني. وفوجئت بعد كده بعد ما عملنا السيناريو قالوا لا، ما يعني مهم مش هنخش اترفض في، يعني وقتها ما لا اتعملش. مش اترفض، قالوا يجمد يعني ايه ايوه شويه. اتحط في الدور. المهم انا عايز اقول ان خطه الخداع الاستراتيجي كانت عظيمه طبعا، لدرجه انه كده يعني معقول انه قبل الحرب بساعتين، وده كان يعني اثباتا لانه لا ده كانت في حرب. المهم طبعا انا حسيت بعد اول يوم، بعد البيانات اللي طلعت والضربه الجويه والعبور، وانه الله طب انا سافر ليه؟ والله دي غيرت حياتي. انا عايز اقول على المستوى الشخصي، يعني حياتك وقتها كنت واخد الموافقة وكنت مسافر موافقة ومعايا التذكرة، والباص ده تذكرة وكل حاجة، وبعدين كانت الحرب المطارات غيرت اتقفلت، مجرى المخرج محمد فاضل. المطارات اتقفلت كام يوم كده، وبعدين لحد ما حصل وقف اطلاق النار الاول يعني ده، وفتحوا المطارات. فهناك قالوا لي ايه، يلا بقى تعالى المطار اتفتح. فقلت لهم لا مش مسافر، غيرت رأيي لأن حسيت إن في أمل. يعني عايز أقول على المستوى الشخصي، لا حرب أكتوبر بالنسبة لنا كمصريين كأفراد حتى لا غيرت كتير، حسينا إن في أمل وإن إحنا نقدر نعمل حاجات كتير. لأنه طبعا من 67 لحد 73 كان المسألة فوق وتحت يعني. طبعا حرب الاستنزاف أعطتنا أمل، خلصت حرب الاستنزاف تقريبا حوالي سنة 70 أو 71 كده، لكن قعدنا سنتين اللي هم يعني 72 و73 لحد أكتوبر، وقعدنا بقى كانت تعبيرات بتاعت أيام عام الضباب وعام الحسم والحاجات دي. فكنا في نوع من اليأس، لا ده طبعا مفيش أمل بقى. فأنا جت الحرب بجد، فعايز أقول على المستوى الشخصي لا أنا مدين لهذه الحرب، غير طبعا ان انا كمصري طبعا مدينين لا كلنا كمصريين باسترداد الارض وكده، لكن لا انا على المستوى الشخصي غيرت مجرى حياتي، ما سافرتش وقعدت في مصر وكملت الماجستير فيها والطريقة كلها الطريق كله اتغير أكيد يعني النهاردة. خالص طبعا تماما. طبعا مخرجنا الكبير أستاذ محمد فاضل، يعني أقدر أقول حضرتك مريت
بأوقات كتيرة جدا مرت على مصر بصعوبات، زي الثورة مؤخرا وزي انتصارات أكتوبر والنكسة 67. إيه أصعب أوقات مرت على مصر أو على الشعب المصري من وجهة نظر حضرتك في الفترة دي؟ اللي مر بالظبط من يوم 5 يونيو أيوه لحد 9 يونيو، لما رئيس جمال عبد الناصر أعلن التنحي، وإذا 9 و10 يونيو دول غيروا برضو مجرى التاريخ. الشعب المصري لا بيرفض الهزيمة، رفضها وطلع، وفعلا بصينا هنا يوم 11 يونيو كان في عمليات عسكريه تحصل، ايوه واول يوليو كان في عمليات عسكريه، وكان في معركه راس العش ومعارك تانيه على طول، وبعدين ضرب المدمره ايلات في نوفمبر من نفس السنه 67، ثم حرب. يعني عايز اقول لا ده كان اصعب وقت، اللي هو من مرت اللي بيه هو مصر. تسع اللي هو من سب من 5 يونيو ل 9 يونيو، لما الشعب خرج ورفض التنحي، وده معناه انه بيقول لا انا لازم استرد الارض. يعني طلع في حاجه ايجابيه مش سلبيه، ادي حاجه. طبعا فتره برضه زي ما قلت السنتين اليأس دول اللي قعدناهم، او 3 سنين يأس لحد 73، يعني بعد توقف حرب الاستنزاف ووفاة رئيس جمال عبد الناصر وكده، والدنيا اتغيرت شوية. وبعدين جينا في طبعا 6 اكتوبر حصل تغيير شامل جدا للحياة في مصر. يعني عايز اقول هنا ان الحاجات دي مش مجرد حاجة بررة بنتفرج عليها، لا احنا كنا جواها. بل فده صعب. اللي وبعدين انا لا انسى في الايام بقى 6 و10 او 6 قصدي اكتوبر 16، ازاي احنا تم بالنسبه لاستوديوهات اذاعه التلفزيون كان في نوع من الطوارئ، لان ما كانش حد عارف ان في حرب، فلقينا انه بص الاغاني وانا عملت فيلم تسجيلي في الايام دي، يعني بعد يعني بعد قبض على انتصارات اكتوبر لا قبض على قبل مثلا كتيبة عساف ياجوري، ايوه أنا فاكر اللي هي اللي هو كانت كتيبة مدرعات، أنا فاكر فعلا رحت عامل فيلم تسجيلي مدته 12 دقيقة وما كانش فيه استديوهات، فروحنا صورنا، كان نور الشريف بيعلق عليه صوت وصورة، صورنا على فكرة في الشارع قدام بيت نور الشريف في ميدان لبنان. الله، يعني ما لأن ما ذكريات، ذكريات ما غريبة. كانش في استوديوهات فاضية في الوقت ده عشان نصور فيها، لأن كل الاستوديوهات كان كل الناس جت وجت زحفا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو عشان كل واحد يقدم اللي يقدر عليه.